يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين، نعم، إذا كان على الإنسان صيام كفارة شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمضان، فهل يكمل بعد رمضان الشهرين أم يعيد من جديد لأنه قد قطع التتابع؟ لا يقطع التتابع، صوم الواجب لا يقطع التتابع، وفطر الواجب أيضا لا يقطع التتابع، فطر الواجب في العيدين والحائض والنفزة هذا لا يقطع التتابع، يبني على إذا زال المانع يبني على ما سبق ويكمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقولون لا يقطعه فطر واجب ولا صوم واجب. نعم.